بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير رؤية الجمل للمتزوج في المنام. إذا رأى الرجل المتزوج في منامه كأنه يملك ناقة وقد خرجت هذه الناقة من بيته، فهذا يعبر على أن زوجته ستفارقه، ربما تموت أو يطلقها. وإذا رأى المتزوج نفسه كأنه يحلب ناقته فسوف يحصل على خير ومنفعة من زوجته. أما إذا رأى كأن ناقته قد شردت أو فرت منه ولم يستطع اللحاق بها، فهذا يعبر عن وقوع خصومة بينه وبين زوجته. وإذا رأى الزوج كأن ناقته دخلت بيته ومعها فصيلا أي جملا صغيرا، فهذا يعبر على أنه سوف يرزق بولد أو ينال رزقا من زوجته. ولو رأى الزوج كأن جملا كبيرا قد دخل بيته ثم خرج منه وخرجت معه ناقته، فهذا يعبر عن ذهاب زوجته غاضبة إلى بيت والدها. أما إذا رأى الزوج نفسه في المنام كأنه يركب ناقة وهو مقلوبا، دل ذلك على أنه يرتكب فاحشة في زوجته. تفسير رؤية الجمل للعازب في المنام. إذا رأى الرجل العازب في منامه كأنه ركب جملا وكان هذا الجمل ناقة أي أنثى الجمل، دل ذلك على زواجه، وإن كان ذكرا دل ذلك على سفره أو ينال خيرا ورزقا. تفسير رؤية دخول الجمل للإناء في المنام. يقصد بالإناء والكوب هنا هي حلة الطعام أو الفنجان أو الكأس أو المج أو غير ذلك. وإذا رأى الإنسان في منامه كأنه بعيرا أو جملا دخل في أي شيء يملكه مما سبق، فهذا يعبر عن مداخلة جني له. وإذا دخل البعير في أي شيء مما سبق وكان ملكا لزوجته أو أي فرد من أهله، فهذا يدل على دخول جني لمن كان يملك هذا الشيء. تفسير رؤية الجمل يأكل اللحم. من رأى في منامه كأن جملا يأكل اللحم أو يطوف على البيت فيأكل من كل بيت أو منزلا أكلا مجهولا، فهذا يدل على وباء أو مرض يدخل هذه القرية أو المدينة. وإن كان الجمل يطارد الناس والناس تجري أمامه، فهذا يعبر عن سلطان جائر أو عدو أو سيل أو طوفان أو مرض يصيب الناس. ومن عقر هذا الجمل أو تغلب عليه أو كسر منه عضوا وأكله، دل ذلك على نجاته من مرض أو من سلطان جائر أو من عدو. أما إذا تغلب عليه الجمل وأدركه وقد أذاه أو نال منه، دل ذلك على أنه سوف يصيبه هم وحزن أو ينال ظلما أو يتغلب عليه عدوه أو يصيبه مرض. وهذا ينطبق على أغلب الدواب مثل الزرافة والفيل والنعامة وغيرها. تفسير رؤية راعي الجمال في المنام. قيل من رأى نفسه في المنام كأنه يرعى إبلا أو بعيرا أو جمال أو ماعز أو غير ذلك من الأنعام، فهذا يعبر على أنه سوف ينال ولاية أو منصبا أو رزقا كثيرا. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.